السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة السوفت وير ديزاين باترن. وقربنا من نهاية الكورس بتاعنا، واحنا وصلنا ل دي ديزاين باترن رقم 22 وهو الانتربريتور ديزاين باترن. والانتربريتور ديزاين باترن هو ديزاين باترن مهم جدا، وبيسمى بديزاين باترن المترجم، وكتير من الناس بتستخدمه في الاكواد بتاعها. فخليكوا معانا. ايه هو الانتربريتور ديزاين باترن؟ بالظبط كده، المترجم حاجة بتترجم حاجة. لو انت عندك داتا معينة ماشي، الكلاينت بعتها بتبقى عبارة عن كونتكست. كونتكست دوت اللي هو ايه؟ سياق الكلام. انت عاوز تترجمها ماشي، حاجة كده عاملة زي لما بتيجي تترجم جمل الـ SQL server، فبتبقى انت عندك مثلا select star from table كذا، انت عاوز تترجم الجملة ديت عشان تبدأ تستخدمها في الكود بتاعك، عشان هي ليها دلالة معينة على شيء ما. واقرب مثال ليه هو جمل الـ SQL server اللي بيبدأ ان هو يتعامل معاها الكمبيوتر. فالموضوع كله بيتقسم لثلاث او لاربع مستويات. اول مستوى بيبقى الكونتكست، وهو ده مستوى الكلام اللي سياق الكلام اللي جاي لك كونتكست معين عاوز تترجمه، او عاوز تستخدم حاجة تبدأ تفسر المحتوى بتاع الكونتكست دوت. بعد كده الكونتكست دوت بيحتوي على مجموعة اكسبريشنز ماشي، فانت بتشوف الاكسبريشن دي اكسبريشن زي مثلا في مثال الاس كيو ال، السيلكت ده اكسبريشن، الفروم ده اكسبريشن، الستار ده اكسبريشن، وكل واحد منهم لازم تفهمه. ممكن تكون في مثلا فروم امبلويز ده طبعا ده مش ستاندر اكسبريشن، فهتبدا تقسم الاكسبريشن اللي عندك ل تيرمينال اكسبريشن ونون تيرمينال اكسبريشن. يعني ايه؟ يعني التيرمينال اكسبريشن ده اكسبريشن خلاص انت فهمته، خلاص هتبدا انك تتعامل معاه انه تخزنه، خلاص الاكسبريشن ده يا جماعه انا فهمته. طب واللي ما فهمتوش هتعمل له انتربت تاني، وتحط له وتبعته ككونتكست عشان يبدا يتفهم مره اخرى ويخش ويتفضل في العمليه ديت لحد ما تحول الكونتكست بتاعك ده كله لتيرمينال اكسبريشن كلها ايه مفهوم. وهنا ده بمنتهى البساطه الانتربريتور باترن او الانتربريتور ديزاين باترن. تعالوا نتكلم على مثال عملي من الحياه. النوتة الموسيقية اللي بيكتبها الشاعر او الموسيقي، بتقدر تفهم العازفين ايه هي العلامة ديت وايه هي العلامة ديت وايه هي العلامة ديت، فبيبدأوا يترجموها ماشي لموسيقى مفهومة. فهنا هتبقى هنا يعني زي ما بتقول كده ايه، هنا النوت اصبحت تيرمينال اكسبريشن، اصبحت مفهومة انت عاوز توصلها لايه، فبتطلع في النهاية موسيقى حلوة تقدر تسمعها وتفهمها من يعني الآلة بتاعة الموسيقي اللي شاف النوتة دي. تعالوا بقى نشرح الكلام دوت على الكود عشان نقدر نفهمه بشكل اكبر. هنروح على الكود بتاعنا، المشروع بتاعنا، ونعمل اد لنيو فولدر، ونسمي الفولدر ده انتربريتور، وهاجي جوه الانتربريتور دوت الفايل وادوس اد نيو كلاس، تمام كده اهوت، وهسمي الكلاس دوت ايه كلاينت، وهدوس اد، وهنحط فيه الكود دوت ماشي. وتعالوا نشوف ايه الكود دوت. اول حاجة هنعمل كلاس اسمه كونتكت، اللي هو الكونتكت اللي احنا اتكلمنا عنه في البداية اللي هو المحتوى كله ماشي. وهنعمل انترفيس هنسميه اي اكسبريشن اوكي، وهنعمل كلاسين بس، واحد تيرمينال اكسبريشن واحد نون تيرمينال اكسبريشن. زي ما اتفقنا ان التيرمينال اكسبريشن طبعا الاثنين هيمبلمنتوا الانترفيس اكسبريشن عشان يبقوا نفس النوع.
بس هو الانترنت التيرمينال اكسبريشن دوت لو تم الترجمه تمام هناخد الكونتاكتس نيم بتاعنا، ولو ما تمتش الترجمه ماشي، ولو ما تمتش الترجمه هيحوله لنون تيرمينال اكسبريشن اوكي. وفي لما لو وصل للنون تيرمينال اكسبريشن ساعتها هنعمل هنا انتربريت او تفسير ليه تاني ونرجعه مره اخرى للاكسبريشن بتاعنا دوت. طبعا هنعمل اي اكسبريشن هنا واي اكسبريشن هنا عشان نبدا ايه يعني زي ما تقول تستخدم اكسبريشن واحد اكسبريشن اتنين بحيث نعرف نديله فرصتين ايه للترجمه تمام كده اهوت. وده بسيط جدا الديزاين ده، بس هو الاكواد اللي انت هتستخدمها كل مره عشان تفسر المحتوى بتاعك هي اللي هتختلف اوكي. فهنيجي بقى بعد كده نمبلمنت الكلام دوت هنا اهوت. ممكن نمسح اكواد الحلقه اللي فاتت والمسار بتاعها كمان اوكي، ونيجي نضيف بقى هنا الكود ده اهو. هنا الانتربريتور اوكي. اصبحنا كده متصلين بيه اهوت. هنبقى هنا هنعمل الكونتكست، هنقول له دوت نت كونتكست، ده الكونتكست بتاعنا ماشي. وهنبدا بقى نقول له هنا ال النون تيرمينال اكسبريشن، انا بعتبره كله نون تيرمينال اكسبريشن في البدايه ماشي. وهحط فيه القيمتين دولت عشان ايه يبدا ايه يبقى عارف ان ده تيرمينال اكسبريشن وده تيرمينال اكسبريشن اوكي. وهفضل اقول له انتربريت او ترجم الكلام اللي احنا بنقوله دوت، وهدوس ستار. فهنا هيبدا يقول لي اول حاجه ان هو الدوت نت كونتكست اللي هو الاول حاجه مش عارف يعملها ترمينيتد، بس بعد كده هيعمل حطها في تيرمينال وترمينال يعني هيترجمها بعد كده. لما في الاول ما تكونش مترجمه، لكن لما يبدا يفصصها ويبدا ياخدها قطعه قطعه بعد كده هيبدا يترجمها. وهي ديت القوه اللي بيديها لك الديزاين باترن اللي من النوع الانتربريتور. في النهايه يا ريت الناس تبقى مستوعبه احنا بنقول ايه، ويا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. واتمنى ان الناس تبص بصه على اللينكات اللي في الديسكربشن بوكس، هتلاقي فيها لينكات كتير ومنها لينك كود الحلقه ديت والحلقات السابقه. في النهايه يا ريت الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. اتمنى للجميع التوفيق. كان معكم مبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله وحفظه.